سي سعيد الحقيقة يعني راهو في مسؤول في مديرية في مفتشية الغابات. مرحبا. ويعني مندمج يعني الوظيفة والهواية والاهتمام، بالتالي خلينا هذا كل باش نستفيدوا من بحثه ومن اهتمامه بالطيور المهاجرة. الطيور المهاجرة هذه وين اللي احنا في تاريخنا الاجتماعي مثلت لنا مرحلة ثانية تاع تسلية تاع الأطفال وتاع ملا. والله من حسن حظنا اليوم نلتقوا بسي سعيد باش نرجعوا للحقبة هذه وين ونتداولوا فيها مجموعة من النقاشات ومن القصص ومن الطرائف المتعلقة بالطيور المهاجرة. وين كنت تونا يحكوا لي على الطيور المهاجرة هذه وين، واحدين يقولوا لي راهي مازالت موجودة، واحدين يقولوا لي راهي ما عادش، كان واحدين انواع معاش باينة وانواع اخرى جت ما نيش عارف. اي في عنابة كان بحيرة ذات، لا لا خلينا هذيك الطيور اخرى هذيك بس صح هذيك المهاجرة المثلجة مش حظ على الواد. لكن هنا في الواد نوجه الحديث وراه عبارة على دردشة يا سي سعيد، نقاطعوك نحدثوك إلى آخره، لكن نعطوك فترة المداخلة 10 دقائق قبل ربع ساعة ولا كما تحب. تفضل. مشكورا سي سعيد وبارك الله فيك على تلبية الدعوة. الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا مدين. في البداية أعتذر على التأخير، على خلل بالسيارة كنت جاي حساني تمشي تحبس حبست سلمت في السوق وتأخرت معذرة مرة أخرى. الله يبارك فيك. ما عندكش كرم بالك، خصوا الطيور المحلية أكثر من المحلية تاع المنطقة تاعنا. قبل ما نتحدث عن الطيور حبيت نعطي فكرة عامة على لمحة بسيطة على السلسلة البيئية. كي نتحدث عن الطيور هي جزء من الحيوانات، مجموعة من عدد لا بأس به من الحيوانات. الحيوانات بصفة عامة والكائنات الحية تعتبر عنصر هام في السلسلة البيئية. معناها السلسلة البيئية عبارة عن سلسلة، لما تتأثر حلقة من الحلقات تختل السلسلة. عندنا سلسلة تفقد حلقة راح يحدث خلل في هذه السلسلة. السلسلة البيئية معناها كي نقولوا لجميع الكائنات الحية، بما فيها الإنسان، بما فيها النباتات، بما فيها الطيور، بما فيها بقية الحيوانات البرية الأليفة، كل حاجة عندها دور في السلسلة البيئية. لما نحي عنصر منها رايح يحدث خلل في التوازن البيئي بصفة عامة. لذلك معناها حبيت قبل ما نتحدث عن الطيور حبيت نعرج عن كي ذكرنا السلسلة البيئية، نتحدث عن أمر مهم وهو على المحافظة على الحيوانات والطيور خصيصا. الحديث عن المحافظة على الطيور والحيوانات كان حبينا نتطرق للجانبين، الجانب القانوني، كان قانون اللي يحمي النباتات، يحمي الطيور، يحمي، كان قانون خاص بالصيد، وكان الجانب الشرعي. الجانب الشرعي مهم لأن تحت الجلسة قلت بدأت تحدث كان كثير كان يصيد، وربما كان اللي يصيد للمنفعة وكان اللي يصيد مش الناس كل كان ممارسة الهواية، وربما كما قال الأخ يعذبها ولا يرميها ولا يعني لمفسدة يعني معش منفعة، وبالتالي يحدث ضرر في خلل في التوازن البيئي. حبينا نتحدث عن النقطة هذه لأن مهمة، المحافظة على الثروة هذه أمر مهم. قبل يعني ما نعرج الجانب القانوني حبيت نعرج الجانب الديني تاعنا. الجانب الديني تاعنا ينهى عن الأمر هذا، عن معناه إهدار الثروة، عن فساد الثروة. لذلك سنتحدث في عجالة عن بعض الأحاديث تاع الرسول صلى الله عليه وسلم وبعض الآيات القرآنية اللي من خلالها نعرف أهمية المحافظة على الثروة، تميزها عن غيرها وتربط بعضها ببعض، يعني قلنا سلسلة التوازن البيئي. قال تعالى: ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء.
الطيور أمة، الكلاب أمة، الحيوانات البرية أمة، معناها كل واحدة رأي أمة، كل واحدة عندها هدف ودور في الحياة هذه. وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا يسأله الله عز وجل عنها. قيل: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: أن يذبحها، أن يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها ويرمي بها. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول: يا ربي، إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة. ويفهم من الحديثين تحريم الحيوان لغير قتل الحيوان لغير المنفعة، معناها اللي يعبث بالحيوانات رو معناها ارتكب إثم، يعني أمر محرم في الجانب الديني تاعي. ولما معناها من خلال الحديثين نقول باللي رو جماعة الرفق مثاب الحيوان تأخذ من الحديث هذه احترامها للمخلوقات الحية والحرص على حياتها وعدم المساس بها إلا لحاجة. علماء البيئة يرون في الحديثين ضرورة المحافظة على مكونات البيئة ومنع العبث بها وتعريضها للفناء والانقراض من غير ضرورة ولا حاجة موجب. علماء الاقتصاد يرون في الحديث تنبيها واضحا على وجوب المحافظة على موارد الثروة، تعتبر هذه الثروة، وعدم تبديدها باللهو والعبث لغير منفعة اقتصادية. علماء الأخلاق يرون فيه شمول الأخلاق الإسلامية واتساع دائرة المسؤولية فيها، وأنها لا تقف عند الإنسان فقط بل تشمل حتى الكائنات الحية. علماء التربية يرون أن التربية الإسلامية أوسع أفقا وأبعد مدى المتعلق بالصيد، يحمي الموضوع تاعنا والطيور، نتحدث عن الطيور، قلنا قانون الصيد يحمي الطيور البرية، الطيور البرية مش الأليف، الطيور البرية اللي راهي تعيش في البراري، منها اللي كنا نذكر فيها وغيرها كثير، يحميها، يمنع المتاجرة بها، يمنع حيازتها، يمنع تربيتها، يمنع تنقيلها من مكان إلى آخر، يعني اللي تتحاز عنده الحيوانات هذه سواء البيع ولا التجارة، ولا المفروض رو يعاقب، كان نص قانوني يجرم هذا الفعل. طيب. نقول هذا الكلام لأنه مهم إيش نعرفه، رأي الثروة هذه رأي عندها قيمة في هذا الكون، لذلك المشرع الجزائري وضع لها قانون لحمايته. هذا من جانب المحافظة على هذه الثروة. الآن نعطي لمحة على الطيور في العالم. تشكل الطيور مجموعة هامة من مملكة الحيوانات، حيث تبلغ يعني يفوق 9300 نوع طائر حول العالم. نقول 9300 نوع، مش معناها نوع، مش 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 حي... مش مش طائر، نوع. كي نقول نوع، لما نتحدث على الحمام نلقى عدة أنواع في الحمام، عدة أصناف في الحمام. كي نتحدث على الدجاج نلقى الدجاج الفرعوني، الدجاج العادي، أنواع الحبشي، مجموعة كبيرة من، معناها 9300 نوع. لذلك هي معناها كم لا بأس به، مجموعة معتبر من في مملكة الحيوانات. 9300 أكثر من 9300 نوع. لا بأس نعطيكم سبعة أغرب الطيور، معناها كان طيور غريبة جدا، نعطيكم سبعة أنواع من الطيور الغريبة جدا. طائر البوتو الشائع، الغرابة تعرف الصوت، عنده واحد الصوت مروع وشكله مخيف، كنت كان نسمو فيه نعرض الصورة تاعه، يعني الشكل مخيف والصوت مروع، له قدرة عالية على النظر في الليل، أنا في الليل كالبومة. نظر حاد جدا في الليل. طائر أبو مركوب، الغرابة تاعه في المنقار،
المنقار تاعها تشوفها تقول سبحان الله حذاء بشكل حذاء. والطائر هذا يعتبر طائر افريقي يعيش تقريبا في مصر في نهر النيل تقريبا في انحاء نهر النيل اللي يبلغ ارتفاعه متر ونص على الطائر ضخم متر ونص كبر نعم على العلو تاعه متر ونص طائر البوق يعيش في غابات جنوب شرق آسيا طائر وفي هذا طائر وفي علاش قلنا وفي لأنه يختار شريكه مرة واحدة في العمر لا يبدل لا يبدل طائر وفي متعدد من نوع عنده يختاروا شريكه مرة واحدة يتموت مرت يوالوا حياة الله أعلم. بعض الطيور اللي راهي معناها تقدر تقول نادرة وكان نادرة جدا. احنا بالنسبة لنا كإدارة غابات نتابعوا في العمل هذا لأن داخل في الميدان في العمل تاعنا عندنا تعداد صيفي تعداد شتوي تعداد صيفي للطيور. معناها عندنا في شهر فيفري عادة يكون فريق يخرج يراقب الطيور هذه في الأماكن تاعها. الأماكن هي مسطحات مائية كي تحكتوا عن الواد هنا نحكوا على ولاية الواد عندنا بعض المناطق اللي راهي مصنفة مناطق رطبة ذات اهتمام عالمي وعندنا ذات اهتمام محلي وكان مناطق معناها غير مصنفة بصح تعتبر مناطق رطبة نسبيا. عندنا في واد ريغ كان عياطات وكان شط من الغير كان يعني عدة مناطق اللي معروفة بالتأوي عدد هائل من الطيور. عندنا في المنطقة تواتسوف عندنا سيف المنادي معروفة تابع رقيبة بالقرب من الحمراية. هنا في الواد هنا نحكوا على بلدية الواد ولا المناطق القريبة من الواد عندنا المناطق تاع محطات تطهير تاع اللونة تاع عاد يخرب فيها الطيور. عندنا في سمو في خوينين عندنا في رقيبة كاين في سيدي عون كاين محطات هذه اللي فيها مسطحات مائية كبيرة نلقى فيها عدد كبير من الطيور. عندنا في المصب تاع المصب النهائي تاع كرم الله تاع المياه صرف المياه اللي موجوده في طريق الفيضي طريق الفيضي حتى كاين كامل لاباس به. ايضا احنا في الواد هنا عندنا البركه اللي وراء سوق ليبيا تحوي عدد لاباس به حتى ايضا عدد لاباس به نعم. وين كاين محطه تطهير هم؟ محطه تطهير في كونين لكن هذه ستاسيون ديس ستاسيون ديس اي في منا تسمى هي ورا السوق يحبي ورا السوق شفت وين كاين ورا التكوين المهني كاين بركه كبيره فيها حتى عدد كبير من الطيور. انواع الطيور اللي جهه انواع الطيور كاين عدد لاباس به. نعطيكم بعض الانواع منها اللقلق منها شاس بلونش نقولوا ابو صقل الابيض منها انواع كثيره من البط كان البجع كان انواع عديده كان واحد العام عند عام وقيل 2017 وقيل ولا 2017 من بين الطيور اللي يعني قلنا كان طيور محمية من بين صنف من الطيور كان في العالم قرابة معناها تقريبا ألف ولا كل مية يجينا مية في الواد مية في الواد خيرات رب معناها أكيد رو معناها الطائر هذا لقال الجو الملائم اللي خلاه يجينا كان طيور نادرة جدا معناها الحبار نعم طير حبار لا الحبار راهو طائر محلي الحبار مش طائر مهاجر بصح الحبار طائر محلي الاماكن التواجد تاعه الفتره الاخيره يسمى المنطقه تغيرت شويه المنطقه الواد تغيرت كان معناها يعيش بكثره كيف الغزال كيف معناها كان اليوم لما كان طرقات جديده تفتحت كان الاستصلاح الفلاحي هذا بعد معناها توسع كبير وبالتالي هو الطيور هذه كانت ولا الحيوانات هذه تحب المناطق معناها اللي ما فيهاش حركه الهادية اضافه الى الصيد الغير شرعي معلوم على الصيد غير شرعي لذلك عاد محدود
بالنسبة للحبارة تقريبا موجودة في بلاك بين القلب العربي وبين وسموا فيها بنقش كان مناطق البلايس هذه خط الدوار وخط الدوار قليلة ياسر معناها ومحدودة أكثر كي نتحدث على الحبارة بين القلب العربي ومنقش وأصبحت محدودة نظرا كما قلنا الظروف الطبيعة تبدلت قلنا أنواع الطيور المهاجرة عديدة كما ذكرنا منها اللقلق إيش أصلوش البط يعني كان كم لبس فيه من الطيور الموسم عادة في فصل الشتاء يجوا فصل الشتاء يفوتوا الشتاء كامل ويعاودوا الهجرة تاعهم في آخر فيفري بداية مارس يبدأ معناه يبدأ بش الجو يبدأ يتبدل هنا يعني المدة كلها يقرها هنا يقضوا المدة تاع الشتاء كاملة هنا والإنجاب يفرقوا الشتاء كاملة تقعد هنا وكي يبدأ الجو يتبدل معناه الشتاء تاعنا قلنا دافي مقارنة بأوروبا يبدأ بش نروحوا للربيع يبدوهم لأن في أوروبا يبدأ الجو حتى يتبدل من الشتاء يدخل الربيع يبدا الجو يتبدل في اوروبا وبالتالي في الفتره هذه يعاود يرجع للموطن تاع اوروبا الاماكن تاع في اوروبا مع ان ملاحظه علاش قلنا نديروا احصاء شتوي واحصاء صيفي كان البعض منها يبقى اللي يعشش يبقى الطيور المهاجره هذه معناها تبقى في الاماكن هذه اللي يعشت لازم تبقى تحافظ على البيض تاعها باش تدير تحمي باش تحافظ على البيوض تاعها وبالتالي كان اعداد لبس بها لذلك ندورو الاحصاء الصيفي للطيور المعششه نلقوا كان تقعد ديما هنا كان عم تبقى هنا تبقى كان اللي تبقى لان كما قلنا عندها البيض كذا وربما لقيت المناخ مثال ملائم في المنطقه هذه تبقى من بين الطيور اللي المهاجره وديما موجود تقريبا في طيلة العام لأنه ديما يبقى هنا توجيه وهي كما أبو ساق الأبيض هذا أبو ساق الأبيض عنده واحد الرجلين طويلة ياسر عالية ياسر حمراء واللون تاع أبيض والجناحين كحلة هذا معناه بأعداد كبيرة بالمئات يبقى هنا نعم يبقى موجود في أي وقت أنواع البط كان مجموعة من أنواع البط تبقى ديما معناها في محطة الطير تاع كونين معناها على العام ديما كاين يعني كاين عدد لبس به اللي يبقى الآن نظن نروحوا للطيور المحلية الطيور المحلية لمحة خفيفة عن بعض أنواع الطيور المحلية سؤال نعم تفضل الطيور المهاجرة نعم سفيري سفيري مسيسي مسيسي نعم اسم العلمي العربي تاع القرقب هذا سفريه الطول تاع حوالي 14 سنتيمتر اللون نظن تعرفوا الكل يغلب عليه اللون اصفر جميل طائر صغير يغلب عليه اللون الاصفر الغذاء المفضل هو الحشرات ديدان صغيرة بأنواعي ذباب والديدان الصغيرة نصبة كلهم نصابة نظن الجماعة اللي يصيدوه يعرفوا الأماكن تاع عادة حوم حول كاين الغبار لا كاين الماء شوية يعتبر طائر قار نسبيا قار معناها كي يقولوا قار أو نقصد به مش مهاجر من الطيور المهاجره من اوروبا بصح يتنقل من منطقه اخرى معناها من مش مسافات كبيره مسافات كبيره العش تاع يبني عاده داخل تجويف الاشجار يدير العش وين كان النخيل ولا كي نقول اشجار النخيل تعتبر شجره نخيل الموطن تاعها الرسمي الموطن ما عنديش معلومات صح تقريبا هو الاصل الاصل المعلومات اللي جيتها ان الموطن تاع الاصل في اوروبا بصح يظهر لي راهو في العالم اصول كيف في العالم تقريبا كل منتشر حيه الميزات تاعه عدواني يهاجم الحشرات ويثقب الجمجمه تاعها حشرات صغيره
محفوظ هذه يهاجم ويكسر يثقب الجمجمه تاعها والطبيعه تاعها عدوانيه هذا بالنسبه للصفرات نروحوا الان لحميميري احمر شويه حميميري يسموه في اللغه العربيه ابو الحناء ابو الحناء صغير الحجم أو مش بعيد على السفيري يتميز بلون اللون الحني في الذقن والصدر معروف الغذاء المفضل الحشرات الصغيرة خاصة الذباب وانا عادة وانا الجون ينتشر في وين مزارع في النخيل في أماكن النخيل الفصل اللي يظهر فيه عادة في فصل الربيع والخريف هذه المدة اللي يكون فيها العش يبني عشه بالريش والأوراق الجافة الميزات تاعه بين أهم الميزات هو طائر غير عدواني والمنقار تاعه هو منقار قصير مش عدواني ما يشكل قلنا فصلي معناها كي تحط على الواد انا عاده يبان في الفترات تاع الربيع والخريف مهاجر مش مهاجر محلي تقدر تقول هجره محليه هجره محليه مش هجره الحدود تاع الهجره المحليه والله يجي مخانش لو يجي من هنا كي نقولوا هجره محليه نتحدثوا عن معناها من بنك الشلوات حتى الولايات القريبه كي نقولوا كما قلت ممكن بس انا هجره محليه اماكن قريبه جبل والصحراء نعم زوج الحوش هذا قاع زوج معروف زوج الحوش العصفور الدوري يسموه الدوري الحجم تاعه 13 سنتيمتر يتغير لونه على اللون تاعه في الشتاء يتبدل الابيض منقط بالاسود منقط بالابيض نعم ما شاء الله يتبدل وان كان احنا يسمى تقريبا قلنا رود قار وهو موجود تقريبا ديما في الغذاء المفضل تاعه حبوب فتات الخبز معناها اماكن تواجد المناطق الاهله بالسكان وان كان السكان يكون الفصل قار يعني دائما تواجد العش يكون في الاقوى في شقوق الجدران في الاسقف تاع البيوت النخل وين كان هو تقريبا يحب المناطق الاهله بالسكان اكثر معناها ديما يكون فيها متشرك لا يمكن مشاهدته بسهولة في الصباح الباكر معنا هذه مش عارف المعلومة هذه هزيتها من جماعة النصابة لا النصابة لأن الطيور الصباح الباكر باش تخرج كلها من أعشاشة يقدر يشوفها الإنسان نعم وثاني مع المغرب تدير العودة العودة مع الشمس مع الشمس اللي يعطيك الصحة العودة جات تنزع باش تبات هاي مع المغرب تشوف الشمال تزرع يبات مودة والأنثى زينة مع الجماعة النصابة جديدة هذه معلومة مع الوجه جديدة علينا هذه لا يسموه الريطو هنا يسموه الريطو يسموه الريطو هنا هو التسميات على العموم تلقى تحتاج عدد اسماء صح يا اخي سموه الريتو ولا غير علينا ما كنتش نقول كاين الريتو حموده يا عمك سيروا حموده سيروا كل جيل بعد هذا جيل اخر هذا كاين الريتو معناته الاسم الاخر تو نروح البنطيري اللي يقول نعم تفضل انت كنت قار شو الزوج قار معناها حتى اللي يفهم بانها طاير محل هذا عنده الطاير هذا يكتسي احنا نقولوا صبغه عالميه يعني طائر يعني يعيش في كل مكان في لغه العلم والجغرافيا يسموها طائر ذو سعه ايكولوجيه واسعه معناها عنده قدره على انه يعيش في المناطق البارده المناطق الحاره المناطق الاستوائيه يعني موجود في كل الاماكن وبالتالي احنا الزوج احنا نقولوا اي زوج حتى في صيدنا نصيدوا شيء اكثر ولكن هو الطائر الاكثر شهره والاكثر مقاومه تكيف الكره الارضيه كاين حاجه اخرى تشغلكم كاين طيور هجره محليه لان الطيور كما قال الاستاذ تعيش هي جزء من البيئه احنا الجزائر بحكم شساعه البلاد كل بلاد واسعه معناها يتنوع فيها المناخ وبالتالي يتنوع فيها النبات
يتنوع فيها المحاصيل الزراعيه، يعني تكون عندنا قائمه كبيره من الطيور. السلام عليكم. وبالتالي تترنح يعني بين الشمال والجنوب. باهي بالنسبه للبنطيري ما زلت ما لقيتش الاسم العلمي تاعه العربي ولا العلمي ما لقيتهاش. كان مني يقولوا له لواي عنقه، طائر صغير اسود رمادي، الغذاء المفضل هو النمل، يتغذى على النمل. اماكن التواجد تاع المزارع الغيطان المزارع. الفصل معناها الطائر قار، معناها تقريبا موجود في طيلة السنة. معناها شوف مش مربوطة بعضها، معناها قال لك تغذى على النمل، كان نحو النمل الطير هذا يختفي. العش تاع عادة يكون في أشجار نخيل. كيما نخيل كيما. يحب معناها يلاحظه ولا يشاهده، عادة يكون في المزارع ويحب ديما الزروب والليه، لأن في قلنا يفتش على الغذاء تاع النمل وكان الزروب وهذه ديما معناها يكون يقدر يشاهده في المناطق هذه. بحث على الغذاء. الشهرية. الشهرية هذه جديدة. كاين اللي يقول لها طربيشة. طائر صغير سلام. الفضة تاعه هو القمح والشعير الحبوب في العام، الحشرات أيضا معناها أماكن التواجد معناها عادة وين كاين الحشائش، الحشائش الطبيعية تاع اللبان الحوايج ينتشر يكون معناها ساهل يمكن الملاحظة تاعه في الأماكن هذه. يمكن ملاحظته بسهولة في الصباح الباكر. ولا في المساء يقول الصباح الباكر، وانا حتى في المساء اخر اليوم. هذا الشعيري. هذه الشعيري. الشعيري. من حبوب الشعير. بو عبية. معروف. طائر صغير مختلف الالوان، في الغالب يكون في الغالب احمر. عنده عدة الوان. عاشب ولحم. أنا ياكل الحشرات ياكل السلام يشبه النقيز، معناها يشبه النقيز في الغلق ومشاهدة طيلة اليوم سهل الاصطياد، معناها هذه من الطيور السهلة. بس هل من لحتي؟ شيخ يا نصاب وجيه نصاب. كان أمسيسي ولا كان أمسيسة أمسيسة كيصفيني حتى هي. نظن هي تتبدل في تتنحى. تتبدل هي تتبدل ومسيسي راهي. راهي صفيري في الصيف والربيع. وفي الشتاء معناها هي نحلها اللون الاصفر. هذا مختص اسكت اسكت. العيد. اللون في الغالب اسود سوداء وبيضاء. الحشرات الغذاء المفضل للحشرات الصغيرة معناها الصغيرة كما. كيف الصفيرية؟ تقريبا في الصفيرية. اللي معناها يحب معناها اللي يشاهد عادة يكون في وين كان الحواف الماء وين كان البلايص كما يقول بلل. عادة يظهر فصل الربيع. الميزة تاعنا ذكي جدا ونقولوا حيلي. حيلي. صعب بشدة. صعب بشدة. بوفاسيا. 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 صغيرة جدا معناها صغير جدا رمادي اللون تقريبا. الغذاء المفضل الذباب. الأماكن التواجد عادة كاين الأشجار النخيل. الفصل يعني تقريبا نقدر نقولوا قارب صح الظهور تاع عادة يبان في فصل الربيع. يشبه عنده كان شبه كثير بال بو عبية نحكي عن بو فاسيا تقريبا راهي تشبه كثير من البو عبية نعم، غير يختلف في اللون فقط. اللون بو عبية سوداء وبيضاء وهذا رمادي اللون تقريبا. هم انواع مش متسميه انواع تروح حتى الاصفرار. هي كي نقولوا نحكوا على اللون على الغالب تلقى بعض الفوارق.